جمعت اليوم الجمعية الأردنية للإسعاف الأخصائيين وأصحابين المصلحة في الخدمات الطبية الطارئة في الأردن جميعاً وبعض الشركاء الدوليين في التدريب لعرض بعض المخرجات من المؤتمر الأردني الدولي الأول للإسعاف والتحضير للمؤتمر الدولي الأردني لعام 2020. الجمعية الأردنية للإسعاف دكتور يمان العجلوني، أصحاب العطوفة والسعادة الكرام، يشرفني أن أكون منجوب عن عطوفة الأمين العام اليوم للحضور ومشاركة حفلكم الخاص بإشهار مخرجات المؤتمر الأردني الدولي الأول للإسعاف الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة حفظها الله. نرى ما حققته الجمعية الأردنية للإسعاف في مجال الإسعافات، حيث أنها أصبحت رافداً من روافد القطاع الإسعافي، آملاً التوفيق والنجاح في الإعداد للمؤتمر الأردني الدولي الثاني للإسعاف، ولكم منا كل الدعم للارتقاء بالمستوى الذي عودتمونا على تقديمه.